اضرب. اوه ما جاتش فيا. جاهز؟ اضرب. ما جاتش فيا. موقف صعب جدا، ازاي تتصرف لو في حد مثبتك بالسلاح الناري في ام المسدس على جانب الراس؟ ازاي تتصرف؟ حضرتك ممكن تديله حاجتك اوكي، لكن هل انت ضامن انه هيسيبك؟ على الاقل اعرف شيء افضل من انك لا تعرف اي شيء. دلوقتي انا هطلب منه انه هيضرب بجد فعلا، تمام؟ شوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. اقول لك اضرب اضرب. جاهز؟ اضرب. اوه ما جاتش فيا. ها تاني. جاهز؟ اضرب. ما جاتش فيا. يبقى انا هدفي دلوقتي الرئيسي يا شباب ان انا ابعد فم المسدس عن راسي، لانه لو ضرب بالسلامه. طيب الحركه اللي انا بعملها ازاي؟ طبعا انا بتكلم معاه. حاضر ماشي، هديك اللي انت عايزه حضرتك، وبقرب الايد. بس بقربها ايه بقى؟ وانا بلف. الحركه بقى لما اتمرن عليها عباره عن جزئين. الجزء الاول ان انا بوجه كف ايدي الى السلاح. طبعا ده كله هو مش حاسس. الجزء الثاني ان انا ايه؟ بمسك. الجزء الثالث ان انا ببعد السلاح بشكل امامي، تمام؟ يبقى تاني، بصوا معايا. واحد اتنين تلاتة. بتمرن بقى الحركة دي حوالي في اليوم 50 مرة علشان يكون رد الفعل سريع وعشان ما غلطش. يعني ها بصوا معايا، ها واحد تاني، ها اتنين، شفتوا؟ ها تلاتة، ها اربعة، ها يلا هات اللي معاك ياض. ماشي حاضر اهو. خمسة. طيب دلوقتي بقى لما انت خدت السلاح بالشكل ده وبعدته، هو ضرب هنا السلاح بيكون درجة حرارته ارتفعت. ليه؟ لانه طلع الطلقة. فانت ما تتوترش خالص، لازم تكمل التقنية، لان هرمون الادرينال عندك كده كده عالي، فما تقلقش خالص. بمعنى اهو تاني، ماشي والله هديك اللي انت عايزه وقربت. بعدت السلاح بالشكل ده، على طول تروح ايدي التانية ماسكة ايدي انا، تمام؟ قافل عليه هو بالشكل ده، ثم هعمل حركة التواء وهوجه السلاح عليه هو. ثالثا ايه؟ هسحب السلاح كده. ها عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ تاني نشوف التقنيه يا شباب. ها ناخدها بسرعه شويه. يلا حاضر والله ماشي تمام اهو اهو. يبقى بكل سهوله اللي انا عملته بتكلم معاه. حاضر هديك اللي انت عايزه. مسكت السلاح وبعدته اهو، ثم مسكت انا اهو السلاح برضو بايدي الاثنين عشان اتمكن. تعالوا بصوا بقى، قرب كده يا يوسف. بصوا اللي بيحصل لما انا اعمل كده، بلف ايه؟ خارج جسمه اهو. عملت له التواء، اتعصر اهو، رحت ايه؟ شديت بقوه لورا كده، ساب السلاح. ناخدها بقى اخر مره، تعالى ورايا يلا بسرعه شويه. يبقى انا ماشي وفي حد هيثبتني اهوت، تمام؟ ها حاضر والله ماشي تمام كده، ثبات انفعالي. هديك اللي انت عايزه كده، عرفت ان السلاح عليا. ها هاخد السلاح وابعده. حاضر اهو، وامسكه والف عليه. وها عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ اتفضل اركع يا اركع. يا رب نكون استفدنا. شكرا بقى.